لا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لنبي لشيء أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وهناك حديث: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. فلا شك. وحديث آخر: إن لله أهلين بالأرض فأكلموه. قيل: من هنا يا رسول الله؟ قال: حاملة كتاب الله. فإذا عندنا حملة القرآن هم أنبياء هذا الزمن، فاحترامهم مفروض علينا، ولا يتمثل هذا الاحترام إلا في حسن الإقراء وجمال لآيات الكتاب الحكيم. وإن بعض الإخوان من شدة السياق ونوعته إلى الاستماع واحترافه يخشى أن يطلبنا الشيخ عبد الباسط بعد برهة وبرهة وجيزة، ولكني وأنا الصعيدي ابن عمه أدرى بمكارم أخلاقه، وهو لا يترك عشاقه حيارى مطمئن. والسلام عليكم ورحمة الله.
النبي عبد الله العظيم
إن المتقين في جنات ونهر الله أكبر يا قرآن العظيم صلاة النبي أحمد صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والأرض
Thank you.
قَتُوكَ الْوَمَسَ تَبُودُ وَعَادُ
الوقت الآن رجع عندنا حمد الله والصلاة النبي أحمد والصلاة النبي والصلاة النبي فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله يا رب.
قسم الحاج وما أدريك ما الحاج
Thank you.